محمد، خليني ابدا معاك الاول. مبدئيا انا لما بيبقى عندي بطوله او تصفيات بطوله، لما هذه التصفيات تقام او القرعه بتاعت التصفيات دي تقام، بيبقى في اعلان عنها. هل حد في مصر كان عارف الا مجموعه قليله ان هناك تصفيات لكاس الامم الافريقيه اللي تؤهل لكاس العالم للشباب تحت 20 سنه؟ بص يا كابتن، هو المشكله مش بس كمان في طريقه الاعلام او المشكله في الاهتمام حتى بمنتخب الشباب. في مشكله كبيره جدا دلوقتي بتواجه منتخب الشباب، ان ما فيش وديات قبل البطوله. اعتذروا، يعني زامبيا اعتذرت. هو الاول يعني القصه عامه من البدايه، ان محمود جابر طبعا المدير الفني كان عمل بطوله كويسه في بطوله كاس العرب، وكان لعب طبعا لحد المباراه النهائيه قدام منتخب السعوديه وخسر بركلات الترجيح. فانت لما بتتكلم بعدها على ان هو بقى المنتخب ده نوايا للمنتخب الاول، والراجل روي فيتوري بيتفرج عليه وكان بيدعمهم في كاس العرب، فانت محتاج انك تعد منتخب قوي، منتخب شباب يكون لجيل منتخب مصر. صحيح. فاللي حصل ان كان في جلسه، احنا كان بقى يعني خلاص بقى معلومات، بقى كان في جلسه بين الكابتن محمود جابر وبين يعني كابتن حازم امام وكابتن بركات وجمال علام طبعا رئيس اتحاد الكره المصري، عن طبعا ان هو الاستعدادات ازاي. الراجل كان طالب الاول مباراتين وديتين كبار قدام بقى السنغال، قدام نيجيريا اللي هم معانا في المجموعه، قدام الكاميرون، قدام المغرب، وقالوا له طب خلاص حاضر، هنبعت للمنتخبات دي ونجيب لك منتخبات. بالفعل يعني حصل كده شويه تاخيرات وحصل اعتذارات من بقيه المنتخبات، توصلنا لاتفاق مع زامبيا وقت بدايه المعسكر يوم 20 ديسمبر. حلو. الراجل اعلن قائمته، والمفترض ان هو يلعب زامبيا وخلاص تمام التمام، هيجوا يلعبوا مباراتين وديتين. كان الراجل لعب مباراتين وديتين يمكن ضعاف شويه قدام بنين، وده برده مش اللي يخليك تستعد بشكل كويس. المباراتين دول كانوا في نوفمبر، فهو بيبقى بعيد قوي عن المعسكرات. المفترض ان هو كان يجيبه زامبيا. زامبيا اعتذرت، ما لقوش منتخبات، لقوا منتخب غانا المحليين. فهل منتخب غانا المحليين هو ده الاستعداد القوي؟ لانك هتلعب نيجيريا، هتلعب السنغال، هتلعب طبعا موزمبيق في شهر فبراير، وانت اكيد محتاج تصعد، ومش محتاج بس انك توصل كاس العالم، انت محتاج تفوز بالبطوله، خاصه ان البطوله في مصر. صحيح. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كان راح لهم الكابتن بركات واتكلم معاهم، قال لهم نصا كده، انا ما يهمنيش انك يعني انت كده كده المفروض انك تصعد كاس عالم، لانك تفوز بدور انت اول اثنين يا كابتن هيصعدوا من المجموعه، اربع فرق اثنين هيصعدوا وافضل توالد، وافضل توالد. فعندك قدره طبيعيه جدا انك تصعد، ما فيش مشكله، اكيد مش هتخرج اخير خالص الثلاث مجموعات. عندك لو فزت بمباراه في دور الثمانيه وصعدت نص النهائي، انت خلاص صعدت لكاس العالم. طالبهم بالبطوله، قال لهم انتوا المفروض ان انتوا تاخدوا البطوله. وبرده كان في القرعه يعني كابتن محمود جابر شفته يعني ايه، يعني لما سمع برضو المجموعه يعني تقيله شويه، واتكلم على قوتها، خاصه ان انت يعني المجموعه دي انت يعني صعب ان انت تخرج منها. ده برضو صوره عايز اتكلم فيها. اتفضل. ان هو ضم محترفين في المعسكر ده، طبعا صلاح باشا ده موجود قبل كده، ضم الاول مره مصطفى اشرف طبعا بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ الالماني. حلو انك تجيب محترفين، حلو انك تجيب لعيبه صغيرين في السن، وكان كمان ضم تيبو جابريال بيلعب في اوفنهايم الالماني، ده لعيب صغير شويه كان من منتخب كابتن محمد وهبه، ولكن هو اتصاب النهارده وخرج من المعسكر. ولكن كان فين التفكير ده؟ انك تضم عدد كبير جدا من المحترفين من بدري، مش قبل البطوله، اكيد انك تجربهم. فلسه هنشوف الاستعدادات، هيلعبوا بكره ان شاء الله اول مباراه، وفي مفترض مباراه ثانيه اخر الاسبوع. محمد مصطفى، برضو عايز اعرف رايك في هذا الامر، خصوصا في ظل حاله التعتيم الغريب جدا على موضوع منتخب الشباب. بالنسبة لي منتخب الشباب هو النواة دائما، هذا الأمر هم النواة، هذا الجيل من اللاعبين بيكون النواة لأن يكون هناك منتخب أول قوي ومنتخب أولمبي قوي خلال الفترة القادمة. صحيح يا كابتن، احنا بقالنا سنين طويلة عندنا مشكلة دايما في منتخبات الشباب، يعني باستثناء الجيل بتاع كابتن شوقي غريب اللي فات اللي كان فيه احمد ياسر عيان ورمضان صبحي، والجيل ده اللي كسب افريقيا هنا وراح اولمبياد، يعني كان بعض العناصر كويسة وكانوا نجوم حقيقي، كانوا مشاركين مع الفرق الأولى في أنديتهم. ولكن قبل كده انت لغاية جيل محمد صلاح هات لي اسم لاعب شاب واحد أو منتخب شباب أو ناشئين واحد ظهر منه نجوم، مفيش. هو الجيل بتاع محمد صلاح، صلاح وحجازي والنني وصلاح جمعه، انما غير كده ما كانش فيه اي نجوم خالص خلال فتره الثمان وتسع سنوات. فرجعنا لنفس الايه مره ثانيه، وان احنا عندنا منتخبات ناشئين وشباب ما بتحققش النجاح الكافي، وما عندهمش في المنتخبات دي ما بيحوش النجوم اللي يقدروا ان هم يشيلوا الفرقه. النهارده بتتكلم في اسامي كلها ما بتشاركش مع انديتها في الدوري الممتاز، مش معروفين بالنسبه للناس، يعني الناس بدات تعرف حتى اللعيبه شويه في البطوله العربيه لما صعدوا فاينل وخسروا فاينل قصاد السعوديه، ولكن برضه لسه يعني ما فيش حد فيهم خد فرصه. الناس كلها استنت ان صلاح باشا ده هياخد فرصه مع فيتوريا مثلا في المنتخب الاول، وان هو اعجب بعدد من اللعيبه زي مثلا الدبيس ولا رشدان ولا صلاح باشا، تخيلنا انه خلاص هيبقى فيه فرص واللعيبه دي هتشارك مع الفرقه الاولى. ولكن نفس الامر لغايه ما وصلنا بقى النهارده، ان انت تصفيات افريقيا
بتقام، تعتيم اعلامي عليها كبير جدا، بلاش اعلام احنا عملنا اللي علينا من ناحيتنا، ولكن تعتيم من ناحيه اتحاد الكره في ابراز التفاصيل جداً الخاصه بالمنتخب ومعسكر المنتخب وانا اظن ان كمان اتحاد الكره احساس يعني ان هم ما عندهمش قناعه قوي باللعيبه، عارف انت بتبان قوي في التصريحات ان انا طالع وان احنا عندنا جيل قوي، ان احنا عندنا مدرب اختار عناصر مهمه جدا من الانديه، او ان احنا جبنا لعيب من بره بيلعب في النادي. كانت مفاجاه اساسا ما صرحوش اصلا يعني، هم ما صرحوش تماما عن البطوله. هو ده اللي انا مستغرب خالص. ممكن يا كابتن وجهه نظر يعني براجل بغطي اتحاد الكوره ان هم مش عاوزين يحطوا ضغط كبير ان المنتخب يحقق حاجه. فالموضوع جه ويعني هو بيمشي كده، ان منتخب الناشئين خسر وخرج من بدري، فانت القصه بقى في الضغوط. انا احط ضغوط على منتخب الشباب، لو حطيت عليه الضغوط من دلوقتي الجمهور هينتظر. ولا ضغوط على اتحاد الكوره، هو مش عايز يحط ضغوط على نفسه. بص اكيد بيحط اكيد ضغوط على نفسه، لان هو دلوقتي لو خسر منتخب الشباب ده، انت عندك منتخب شباب ناشئين، منتخب اول ما وصلش كاس عالم، فانت سنه واحده كل المنتخبات خرجت، فانت ده اكيد خطا كبير جدا لاتحاد الكوره، واكيد هيتحمل فيه مسؤوليه. انا عارف ان في منتخب الاول انت جاي مستلم من الناس، ولكن انت ممكن ما لومكش على امم افريقيا، ممكن ما لومكش على تصفيات كاس العالم، ولكن احنا فين في الفتره اللي فاتت؟ لا بس هي مش بس كده يا كابتن اسلام، هي الفكره انت كاتحاد كوره رؤيتك ايه؟ يعني انت النهارده جبت فيتوريا وجبت كلاتنبرج وجبت ميكالي مثلا مع المنتخب ومدير فني الاتحاد انت بقى خطتك ايه؟ فين مدير فني الاتحاد؟ ده قصه ثانيه. بالظبط انت النهارده رؤيتك ايه؟ انت هتديني ايه الاربع سنين؟ انت قلت فيتوريا هيختار لعيبه كمان تصريحات من كابتن حازم امام كان بيقول ان فيتوريا بيقول لهم في المرحله السنيه اللي ما بين 21 ل 26 سنه عدد اللعيبه اللي بيشاركوا او من 18 ل 23 عدد اللعيبه اللي بيشاركوا في الدوري الممتاز في المرحله السنيه دي قليل، بيقول لهم انا مش لاقي لعيبه باستثناء بس احمد شريف اللي هو لاعب بتاع فاركو ده الوحيد اللي صغير في السن. غير كده انت ما عندكش لعيبه في المرحله السنيه دي من 18 ل 23 بالظبط. لا كان فيتوريا قال ما عنديش لعيبه من 18 ل 23 24 سنه اعرف اضمهم للمنتخب، وبالتالي انت بتتكلم كمان سنتين ثلاثه لما الجيل ده خلاص يعدي ال 30، فانت بتتكلم في ان انت هيبقى انحدار اكبر من الانحدار اللي انت فيه. فلازم من النهارده انت تشتغل على المنتخب ده، ولازم تشتغل بقى على المنتخبات اللي من بعده كمان، لان احنا خلال سنتين ثلاثه مش هنلاقي منتخب. صحيح بالظبط.